فيما يخص الموازنة الاتحادية سنة 23، كما تعلمون هذه الموازنة أتت بشكل يختلف عن السنوات السابقة، كون هذه الموازنة تشمل موازنة 23 و 24 و 25 بعد إرسالها، وهي بشكل يعني متأخر أرسلت إلى مجلس النواب، كان المفروض أن ترسل ضمن نهاية السنة الماضية حسب القانون أو في بداية السنة الحالية، لكن أرسلت في وقت متأخر. هذا التأخير يجب أن لا يكون يضاف إليه تأخير من مجلس النواب بعملية إقرارها، فلذلك تم قراءة أولى وقراءة ثانية وبشكل مستعجل، وأبدوا النواب ملاحظاتهم المهمة على هذه الموازنة التي ضمت الكثير من الملاحظات في عملية الإنفاق كذلك والصرف والديون الخارجية والديون الداخلية، إضافة إلى هناك فروق ملاحظات مهمة بخصوص فرض رسوم على المواطن العراقي على سبيل المثال فيما يدخل المطار، وهذا شيء مرفوض حقيقة، وغيرها من الأمور الأخرى التي تنهك المواطن العراقي، فكان هناك دينا وقفة وملاحظات على هذا الموضوع. الآن بعد هذه الخطوات أكملت رئاسة اللجنة المالية استضافة الوزراء المعنيين، بدأت من يوم الخميس الماضي ومستقبل اليوم هناك استضافة، وتبعا يتبعها باقي الوزارات المعنية لغاية يوم 8 أو يوم 10 سوف تكمل استضافة كافة الوزارات المعنية لكي يتم عرض الموازنة داخل مجلس النواب لغرض التصويت. شكرا جزيلا.